اليوم هذه الندوه الصحفيه كنعلنوا فيها على انطلاق حمله الاحسان العمومي الاولى للجمعيه، وهذه الحمله هي تتهدف باش تجمع التبرعات لفائده المشاريع الجمعيه. الجمعيه ديالنا كتشتغل حول الاسره، وبالخصوص الاسره اللي هي في وضعيه صعبه، واكبر وضعيه صعبه هي الترمل، الارامل والايتام. هاد الحمله تنهدفوا منها باش نصوبوا ان شاء الله ناسسوا واحد المؤسسه، مؤسسه الحضن لرعايه وحمايه الارمله واليتيم والاسره في وضعيه صعبه. غيكون فيها بزاف المرافق، منها تكوين مهني للارمله، منها الدعم الدراسي للايتام، منها روض للاطفال، منها كذلك قاعه المحاضرات لتاطير وتكوين الامهات، وغيكون واحد الطبق فيه واحد الخدمات للاسره عامه بدون ترمل ولا حتى حاجه. انا وانت، الازواج المقبلين على الزواج، الاباء المقبلين على انجاب الاطفال، باش نكونوا الاسر كيفاش ينجحوا في الزواج ديالهم، كيفاش ينجحوا في تربيه وليداتهم. اما الارمله فلها خدمات متعدده هي واليتيم. المغرب العدد المرتق اللي هو اللي تحط في المواقع ديال الوزاره هو 300,000 ارمله في المغرب، فقط واحد قل من 80,000 اللي هما تيمشيو يستافدوا من ديك صندوق الدعم للارمله. واحد العدد قليل بالنسبه للعدد اللي هما خصهم يجيو يستافدوا. الارمله اولا هي عندها مشاكل اقتصاديه اولا، لان المعيل ملي كيمشي اذا كانت هذيك الارمله بقات عندها مثلا شي دخل مادي من المتزوج ديالها، راه هي في وضعيه شيئا ما لا باس بها. اما العائل السند الثاني هو في التربيه ديال وليداتها، من الاطفال يولدوا في المراهقه، الاب له دور كبير في الاسره، من غير انه يعول الاسره انه يربي. فهذاك المربي اللي مشى تيخصنا نعوضوه باسره اخرى اللي هي المجتمع المدني يساعدها، تتساعدها الاسره ديالها بطبيعه الحال، ولكن ماشي جميع الاسر تساعدوا الارامل. واخا تيكون بعض المرات تكون نزاعات داخل الاسره، وتيكونوا بعض المرات مشاكل لانه بوحدها الاسره تقريبا كلها مشتته او بعيده. الحالات اللي تتاثر فينا اكثر هما الحالات ديال المرض او ليكسبولسيون، غادي يخرجوها من البيت ديالها. هذوك هما الحالات اللي بالنسبه لنا حنا كيخليونا في واحد حاله تاهب اون اليرت. ملي تكون اخر حاله كانت واحد الارمله في سكن ديال الزوج ديالها، والزوج ديال الاسره ديالو كان في نزاع مع مالك هذاك الملك، وجا القرار ديال الافراغ ديالها هي وليده للزنقه، فين غتمشي؟ الاسره ديالها ما عندهاش فين تسكنها، دونك التجأت الجمعيه للجمعيه عادت لها السكن ديالها، كرينا لها ونطوندو باش نشوفوا شي محسن من المحسنين اللي تيتعاطف مع الجمعيه باش ياخذ لها سكن هي ووليداتها. دونك هذه الحالات. الحاله الثانيه حالات تيموت الاب والارمله هي كتوفى. احنا عندنا اطفال اللي هما ترملوا من الاب والام، الام وهي مكفوله عندنا جا سرطان وماتت، وبقاو الاطفال شكون اللي كافلهم؟ اختهم الكبيره. هما تعرفوا ان الجمعيه كتكلف كيدقوا الباب وكيجيو، ملي كيجيو كنديروا واحد الزياره ميدانيه، خاصها تكون عندها حاجه، تكون معوزه، ما غاديش نكفلوا ارامل اللي هما ما في حاجه لهذا. واخا هي تستافد من صندوق ديال الدعم ديال الدوله، حنا كنساعدوها بكفاله ماليه شهريه وب مساعدات موسمية كذلك.